تزال بعض الأمهات في مدينة الكرك تستخدم الطابون في الخبز وهن قليلات بالمقارنة مع السنوات الماضية، حيث تأخذ هذه الطريقة التراثية في إعداد الخبز بالتلاشي في كثير من القرى الأردنية. أم فيصل الجراجرة الستينية هي من النساء المكافحات والتي ما زالت تحافظ على تراثنا الشعبي، خاصة في استخدام الطابون في صناعة الخبز. سويت طابون، رحنا جبنا طينة صلصة يعني من محلي لها معروف، وعجنت سويت طابون بزبل وجفت، يعني هذا بدايته انه شو بدنا نعمل شو بدنا نحط عليه. يعني اشترينا جفت من تاع الزيتون وبدينا نزبل الطابون حتى يحمى، وبنعجن العجينة يعني عجينة بنعجنها طحين بلدي بنعجنه وبنخمره في الليل، الصبح بننزل على الطابون وبنخبز. الطابون الذي كاد أن ينقرض كلياً من الريف الأردني هو غرفة تحتوي على الموقد، سقفها منخفض ومدخلها صغير، وقاع طابون مغطى بحجارة ملساء تجمع من الوديان، تتكون بفعل حرق روث الغنم الجاف، وله غطاء يسمى صمامة الطابون. بقول النسوان ما بقدر أن يزبلن الطابون، أول إشي الطابون ما بقدر أن يزبلن وما بقدر أن يعجن، يعني بيشتروا خبز شراء. في ناس بقول لا والله احنا دخنت الطابون بتأثر علينا، قبرة الطابون بتأثر علينا، بالعكس ما هو الطابون دخنت الطابون ما هي ما بتخلي قارص حوالي الناس. الطابون تراث أردني ريفي، مذاق وتراث وحضاره.